السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنتكلم عن نظام الالوان اللي هو كولر سبيس اتش اي سي في. فالنظام ده مهم جدا ان شاء الله. احنا اتكلمنا عنه قبل كده في عجاله كده او بسرعه، بس ما وضحناش ان هو قد ايه مهم والكلام ده كله. فان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنوضح ليه هو مهم وازاي ممكن نستخدمه في اكتر من مشروع في الكمبيوتر فيجن. فخليكم معايا. تمام. فال اتش اي سي في ده اختصار ل الاتش اي سي في اختصار ل هيو ساتوريشن اند فاليو. تمام. فلو انت مثلا عندك اوبجكت او مثلا كائن معين انت عايز مثلا ايه تعمل له تتبع مثلا في فيديو او في صوره او كده يعني، فلو درجه اللون مثلا الشيء ده بيتغير مثلا على حسب الاضاءه او حسب لون او درجه الشمس او درجه الضوء اللي هو ساقط عليه، فده كده مش هينفع معاك الار جي بي خالص، عشان الار جي بي بيفترض ان درجه اللون بتاعت الشكل دايما ثابته، تمام، او درجه الاضاءه دايما ثابته، وبالتالي انت لما بتيجي تحدد له مثلا قيم معينه في الار جي بي مش هتتغير عشان هو الاضاءه ثابته اساسا. انما بقى في الطبيعه لو مثلا الاضاءه مثلا ايه عربيه مثلا، عربيه مثلا ذات القياده مثلا ماشي في الطريق، فهو مثلا اللي هو بيبقى فيه خطوط مثلا على الارض كده، مثلا خط لون اصفر او خط مثلا خطوط لون بيضاء او خطوط او اي حاجه من الحاجات دي، فهي مثلا لو عايزه تحدد اللون الاصفر مثلا، اللون الاصفر في الطريق مثلا او اي حاجه، اللون الاصفر طبعا لو الدنيا مغيمه هيبقى مختلفه غير لما تكون الدنيا مثلا فيها شمس او كده او جو مشمس، او غير مثلا لو الدنيا بتشتي وهكذا يعني، او غير مثلا لما نقرب خالص وفي غروب، كل دي درجات للون الاصفر والدنيا، وكل دي درجات طبعا بتختلف لما لها قيم ار جي بي مختلفه. فالفكره في الاتش اس في بقى ان هو ايه، ان هو ان انت بيبقى عندك اللون ويبقى له اكتر من درجه، تمام، انت بتدي له قيم معينه بس، بيبقى له اكتر من درجه بتدي له قيم معينه، قيمه معينه بس اللي هي الهيو دي بيحددك اللون اللي انت عايزه. وبعد كده الفاليو بقى، الفاليو دي عباره عن ايه، الفاليو دي عباره عن القيمه بتاعتك اللي هو درجه الاضاءه اللي عندك، يعني درجه الاضاءه اعلى قيمه يبقى اللون فاتح قوي، اقل قيمه خالص يبقى اللون اسود، اللون اسود مفيش اي لون، تمام. الساتوريشن، الساتوريشن دي عباره عن درجه التشبع بتاعت اللون، يعني درجه التشبع يعني ايه، يعني مثلا لو كانت اعلى قيمه هيبقى اللون بالدرجه الطبيعيه خالص واعلى تشبع ليه، لو كانت بالصفر هيبقى اللون عباره عن ابيض واسود، يعني كانك حولت الصوره اللي عندك لجري سكيل، تمام. فدي الفكره. وبالتالي بقى لما بيبقى عندك الهيو ساتوريشن فاليو بيبقى مثلا انت بتحدد درجه لون واحد بس، وبتقدر بقى تغير مين او تعمل رينج في الفاليو والساتوريشن، بحيث بقى مثلا ايه تقدر تجيب رينجات كتير جدا مثلا على حسب تغير درجه الاضاءه مثلا اللي عندك. فدي فكره يعني ايه من استخدام الهيو الاتش اس في، فهو مهم جدا بالذات لو انت مثلا بتعمل تراكنج او تتبع لاوبجكت معين. الفكره بقى في الاتش اس بي يعني هو مثلا بيقيس ازاي، هو طبعا شكله عباره عن شكل اسطوانه، تمام، الجزء اللي فوق ده اهو، تعالى نوضحه اكتر، الجزء اللي فوق اهو طبعا هو عباره شكله عباره عن شكل اسطوانه، تمام. فالدايره اللي فوق ديت عباره عن ديت عن الهيو اللي انت بتحدد منها درجه اللون اللي انت عايزه، انهي لون انت عايزه، تمام. وطبعا الارتفاع بتاعه عباره عن الفاليو، يعني اعلى قيمه خالص هيبقى اللون اللي هو مضيء خالص، تمام، واقل قيمه خالص هتبقى صفر، هتلاقي كل اللون بقى اسود خالص عند تحت في القاع خالص، تمام. الساتوريشن بقى اللي هو درجه التشبع، يعني ايه لو انت كل ما بتقرب من المركز، يعني هنا في الجزء ده هنا هتلاقي ان اللون قرب من ابيض واسود كده يعني مش باين خالص، وكل ما تبعد اكتر كل ما تلاقي اللون بقى يعني خد التشبع بتاعه اكتر وبقى اللون ايه باين اكتر، تمام. طيب تعال نوضح اكتر، ادي القيمه بتاعتك، يعني ايه تحس الهيو هو عباره عن زاويه كده، تحس ان هي زاويه دايره 360 درجه، كل درجه بتحدد لك درجه لون معين، تمام. فما وبعد كده بقى الفاليو طبعا من صفر، لو صفر هتبقى يعني ما فيش اي لون خالص، وال100 هتبقى ايه اعلى قيمه، والساتوريشن هيبقى برضك نفس الكلام، صفر ما فيش قيمه خالص و100 هيبقى اعلى قيمه، تمام. في حاجه بقى كنت عايز اوضحها في في اوبنس في بالذات، اوبنس في بالذات بتيجي بتعمل ايه، طبعا 360 درجه ديت مش هتنفع ليه، عشان احنا قلنا الصوره اللي عندنا عباره عن انسايند انتجر 8، تمام، يعني ايه برضك يعني معناه ان القيمه اللي فيها بتتراوح من 0 255، فما ينفعش اجيب قيمه فيها 360 درجه، ما ينفعش 360 تخش في الرينج ده. فهم عملوا ايه، اخترنا قيمه لو مثلا 280 نقسم القيمه ديت على 2 فيبقى 140، وبالتالي تبقى 140 ديت من 0 255، يبقى خلاص كده، يبقى اي قيمه عندنا هنجيبها هنقوم احنا جايين قاسمينها على 2، تمام، بس كده، فهو دي الفكره، تمام. والساتوريشن، لا الساتوريشن قال لك مش هنخليها من صفر ل 100، هو ساعات الساتوريشن والفاليو دولت بيخليها مثلا برسنت يعني كام في المية، او بيخليها مثلا من صفر لواحد، او بيخليها مثلا من صفر ل 100 وهكذا، كل ده برسنت يعني، تمام. فهو قال لك لا احنا طالما هي كده كده من يعني ايه من صفر لواحد، يعني اقل حاجه صفر اكبر حاجه واحد، فاحنا هنخليها من كام، من صفر ل 255،
بحيث اقل حاجه صفر واعلى حاجه 255. فالفكره خلاصه الموضوع ده كله ايه؟ ان هما الهيو قال لك الهيو كبيره فهنخليها مين؟ هنقسمها على اتنين، والساتوريشن والفاليو قال لك دول صغيرين فهنكبرهم ونخليهم من صفر 255. فديت يعني ايه شويه حاجات كده بس عشان لو قابلتك او انت مثلا كنت شغال قبل كده على فوتوشوب والحاجات من ديت وكده يعني، فتبقى عارف ازاي يعني جابوا الحتت ديت، يعني ازاي يعني من 360 وخلاها 255. في كده حاجات هتضيع؟ لا، فما فيش حاجات هتضيع ان شاء الله، هما بس ايه عملوا قسموها على اتنين وظبطوا الدنيا كده في النص. تمام، فتعالوا بقى دلوقتي نشوف ايه ممكن نستفاد او ممكن نعمله لما عرفنا بقى الهيو والساتوريشن والفاليو دول. طيب اول حاجه مثلا ايه، احنا عندنا هنا اوبن سي في، تمام، عندنا عملنا طبعا امبورت الاوبن سي في ونمباي، وبعد كده هنعمل ريد الايمج بتاعتنا عباره عن بالونز، تمام، صوره البالونات عادي خالص موجوده في السما كده. طيب بعد كده بقى في حاجه كنت عايز اضيفها ان شاء الله النهارده في الفيديو ده جديده ما قلناهاش قبل كده، اللي هو ان انت تجيب الصوره بتاعتك وتحولها من بي جي ار لار جي بي. يعني ازاي؟ هتقول له color to هنحول خالص convert color زي ما هي خالص، ونقول له cv to color bgr to rgb. تمام كده الصورة اللي عندك بقت brgb اللي هي العادية خالص، انما ال bgr دي اللي احنا كنا بنستخدمها عادي. يعني لما cv to dot image read دي بتجيب لك مين؟ بتجيب لك bgr image، انما احنا عايزينها نحولها ل rgb. طبعا انت ممكن تشتغل بال bgr عادي خالص، ما فيش اي مشكلة، انا بقول بس كاضافه ليك وانت تبقى عارف ان في حاجه شبه كده موجوده. تمام، وبعد كده نعمل سبليت بقى للشانلز اللي عندنا، فهيديك مين؟ هيديك الار والجي والبي. تمام، عشان ليه؟ عشان احنا حولناها اساسا لار جي بي ايمج. تمام، وبعد كده بقى هنعرض الصوره اللي عندنا. تعالى كده اعرض لك الصوره، بس خليها مين؟ خليها الار جي بي. تعالى اعرضها لك كده. تمام، دي الصوره بالار جي بي، دي شكل الصوره بالار جي بي. تمام، بس طبعا شكلها مختلف وحاجه غريبه كده. تعال اعرض لك الصوره الاصليه، دي الصوره الاصليه. فايه المشكله في كده بقى؟ في مشكله طبعا، انا سايب لك هنا لينك، طبعا كان في سؤال برضك اتسال على نفس الموضوع ده في ستاك اوفر فلو، فاقراه هيفيدك كتير جدا. فخلصت الموضوع يعني ايه، ان الميثودز شبه ايمج شو وايمج ريد والكلام ده كله دي ما بتقبلش الا بي جي ار، فلو انت اديت لها ار جي بي هتلاقي الالوان دخلت في بعضها والدنيا بايظه خالص. تمام، انما بقى لو اديت لها بي جي ار هتشتغل عادي. تمام، فعشان كده خلي بالك لو انت مثلا جيت حولت للصوره، حولت الصوره لاي نظام تاني، حاول انت تخلي الصوره بتاعتك مين؟ اللي هي الاصليه اللي انت قراتها اساسا اللي هي البي جي ار. تمام، انما ما تخليهاش اي نوع تاني تحولته. تمام، طيب بعد كده بقى طبعا لو انت عايز تعرض بقى ايه، احنا عايزين دلوقتي نجيب درجات الالوان. فلو احنا جينا عرضنا الصوره، فاحنا عايزين طبعا لو انت جيت بصيت هتلاقي طبعا ان الالوان مختلفه على حسب الاضاءه، يعني مثلا الجزء ده قريب من الشمس او وصل له ضوء شمس كويس، فتلاقي اللون ابيض هنا، وبعد كده بيتدرج شويه شويه شويه، وبعد كده يغمق. الجزء ده مش واصل له ضوء مثلا فاغمق غامق خالص، والجزء ده مثلا فاتح وهكذا. ففي تدرجات الوان ودينا يعني ايه مش ثابت، مش لدرجه لون واحد، فعشان كده دي مشكله. فاحنا عايزين مثلا ايه الفكره اللي هنا، ان احنا ممكن مثلا نحدد اقل لون بيكسل، اقل درجه لون في البيكسل، واعلى درجه لون في البيكسل، ماشي، ونجيب بقى درجه الالوان ما بينهم. يعني ازاي؟ يعني مثلا هنا هنجيب اقل درجه في اللون الاصفر اللي هو اللون الغامق ده، تمام، وبعد كده نجيب اعلى درجه في اللون الاصفر اللي هو اللون الفاتح ده اللي قريب من الابيض ده. تمام، وبعد كده نخلي بقى مثلا ايه اي بيكسل ما بين الرينج ده، ما بين الاعلى رينج واقل رينج، نخليهم معانا. تمام، وبعد كده نبدا بقى ايه نعرض الجزء ده بس من الصور، واي جزء تاني مش موجود في الرينج ده نطلعه بره من الصور. تمام، فدي الفكره يعني. ففي ميثود ممكن تساعدنا في الكلام ده، في ميثود اسمها سي في 2 دوت ان رينج. دي بتاخد مين؟ بتاخد الصوره اللي عندك، تمام، وبعد كده بتاخد اللور رينج وابر رينج. اللور رينج اللي هو اقل قيمه اقل درجه لون عندك، تمام، وابر رينج اللي هو اعلى درجه لون عندك. تمام، تمام. طيب دلوقتي في مشكله كمان ايه، ان يعني احنا عايزين نحدد قيمه البكسل. انا مش عارف دلوقتي قيمه البكسل عشان احدد الابر واللور. تمام، اعملها ازاي؟ تمام، هقول لك على حاجه حلوه. في هنا اكستنشن في جوجل كروم، هسيب لك اللينك تحت في الديسكريبشن ان شاء الله. يعني مثلا ايه بتتك عليه وهو يقدر يحدد لك قيمه البكسل بالار جي بي. تمام، فهنا مثلا هنيجي هنا عند الصوره ديت، تمام، فهنا مثلا اعلى درجه مثلا كده، تمام، دي اعلى درجه في اللون مين؟ اللون الاصفر. لو احنا جينا مثلا بصينا هنا اهو اهي،
تمام. فطبعا ايه انا عملتها يعني تزودها شويه. طبعا انت ملاحظ ان اللون الاخضر قليل خالص في الصوره او في اللون الاصفر بالذات، فما فيش لون اخضر قوي، فانت حاول مثلا ايه تعليه بدرجه بسيطه. تمام، فهنا خليتها 255، يعني ايه 255، 245 خليتها 255، و150 عليتها شويه بدرجه بسيطه بس. تمام. بعد كده تعالى بقى نشوف اليمين، الابر ليميت، الابر ليميت، اللور ليميت. اللور ليميت هجيبها ازاي؟ هنيجي مثلا عند اللون الغامق ده اهوت، شوف هتلاقي اللون الازرق يعني ايه مفيش خالص، البلو شانل يعني مفيش. تمام، هاخد مثلا الجزء ده واجي نفس الكلام هنا واحطه هنا اهو. فانت مثلا ايه انت قللها بقى طبعا، يعني ايه لو ابر عليها شويه، لو لور قللها اكتر، بحيث ايه بحيث ان انت تقدر تاخد اكبر قيم من البيكسلز، بحيث برضك ما يعني ايه ما تضيعش حاجه في النص. تمام، فكان طلعت معايا 100 وتقريبا 160، فانا خليتها 145، دي طلعت 53 خليتها 45 برضك، وده صفر. تمام، فدي الفكره، يعني مثلا لو عندك حاجه لور قللها اكتر شويه، يعني ايه حاجه بسيطه بس عشان ايه ما تضيعش حاجه في النص، ولو عندك حاجه ابر يعني عليها شويه بحيث برضك ما تضيعش حاجه في النص. تمام، بس كده. وبعد كده بقى طبعا هتدي له اللور ار جي بي والابر ار جي بي. حاجه مهمه برضك ان القيم ديت يعني ايه القيم ديت طبعا للار جي بي. تمام، دي الار جي بي اللي هو الريد شانل والبلو والجرين شانل والبلو شانل، مش البي جي ار. فمهم جدا انت لما تيجي تحط الايمج اللي عندك تحطها بالار جي بي، ما تحطش الايمج الاولانيه خالص عشان دي بي جي ار مش ار جي بي. تمام، يا ريت تكون فهمنا عشان دي مهمه جدا. تمام، فطبعا بعد كده بقى مين الان رينج دي بتديك مين؟ بتديك ماسك. يعني ايه ماسك؟ يعني اي جزء في الصوره ماشي في الرينج بتاعنا تمام هيتخليه باللون الابيض، واي جزء في الصوره مش في الرينج هتخليه باللون الاسود، كانها عملت ماسك. تمام، وبعد كده نبدا بقى مين نعمل ابلاي للماسك بتاعنا ده. طبعا اتكلمنا عن الماسك قبل كده وشرحناه بالتفصيل، فيا ريت ترجع للفيديوهات اللي قبل كده لو انت مش فاهم الكلام ده. تمام، وبعد كده بقى هنعرض الصوره اللي عندنا بعد ما عملنا لها ماسك. تمام، فتعالى كده نشوف. طيب هو طبعا حددنا اللون الاصفر هنا اهوت، ده الاجزاء كلها باللون الاصفر. تمام، جزء هنا اهوت وجزء هنا. تمام، هو تقريبا يعني شغال، بس طبعا هو لما هنا جه جاب مثلا هنا لون ابيض وهنا حاجات زهره وهنا اللون الاحمر، جاب لون احمر. اللي جاب لون الاحمر هنا طبعا عشان درجه اللون الاحمر العاليه، يعني احنا لما جينا هنا اللون الاحمر هنا عالي، يعني هنا 255 لون احمر، ف طبعا لقط شويه الوان من اللون الاحمر والكلام ده كله. فطبعا يعني ايه الار جي بي مش معموله عشان الكلام ده، احنا قلنا الار جي بي معموله عشان درجه لون واحده، يعني اللون ما بيتغيرش، يعني درجه ثابته بس في السطوع. تمام، فعشان كده يعني ايه الار جي بي مش هتلاقيه يعني ايه عامل شغل كويس قوي هنا. فتعالى مثلا ايه بقى نخش على المتخصص في المجال ده بقى اللي هو الاتش اس بي. تمام، اول حاجه اعملها كونفرت الايمج اللي عندنا ومن مين بقى من البي جي ار للاتش اس بي. ليه بي جي ار؟ عشان ديت الايمج الاصليه اللي انا عملت لها اول واحده قراتها خالص. تمام، طيب نفس الكلام بالظبط بتاعت الان رينج، نفس الكلام بالظبط بتاع في الهيو ساتوريشن فاليو، نفس الكلام. عايز برضك اجيب اعلى قيمه واقل قيمه، والقيم اللي في النص اخدهم معايا، القيم اللي مش معايا خلاص هطلعهم بره. تمام، فدي نفس القيم. طيب انا عايز دلوقتي احسب الهيو والساتوريشن والفاليو، طبعا مش هينفع مع يعني ايه عايزين شويه شغل كده وتعب قلب عشان ايه، وكمان ايه يعني ايه حتى لو انت جبتها مثلا ببرنامج معين ولا حاجه هيبقى فيها غلطات. ليه؟ عشان البرنامج بيقيس ب 360 درجه. تمام، انما الاوبن سي في، لا الاوبن سي في بيقيس مع الاثنين. يعني مثلا لو انت دخلت مثلا الصوره اللي عندك على الفوتوشوب وجبت مثلا اعلى قيمه للون الاصفر ماشي، وجبت القيم بتاعتها المقابله بتاعت الهيو ساتوريشن والفاليو، فطبعا هيديك قيم ممكن ما تشتغلش على اوبن سي في عشان مثلا قيم كبيره او قيم قليله او. فالموضوع ده رايح دماغنا بيه ازاي؟ في مقاله جميله قوي برضك يعني مين اوبن سي في كانت عاملاها هنا، تعالى اوريها لك. تمام، طبعا دي السؤال اللي احنا قلنا عليه ان انت تقراه مثلا ولا حاجه. تمام، طبعا دي بقى ازاي بقى ان انت تلاقي الاتش اس في عشان ان انت مثلا تعمل تراكنج او تعرف تتعرف على الاوبجكت اللي عندك. طبعا المقاله دي جميله جدا، يعني ايه هو عايز يعرف ازاي ان هو يعمل تتبع للغطا بتاع الازازه ده. تمام، فطبعا كل ما بيحرك ايده في اي اتجاه مثلا معين، يعني مثلا حرك ايده ناحيه الشباك مثلا هتلاقي درجه اللون بقت فاتحه قوي، فدرجه اللون اتغيرت، قرب مثلا بعد عن الشباك درجه اللون بدات تغمق وهكذا. فهو الفكره بقى يعني ايه عايز يعرف ازاي يحدد الاتش اس بي المناسبه. فالفكره
ان هو قال لك انت هتجيب قيمه اللون الار جي والجي والبي اللي عندك، قيمه اللون اللي عندك بالار جي بي ماشي، او البي جي ار او اي حاجه ماشي. المهم ان هي في الكون في المين في الار جي بي سبيس تمام. وبعدين بعد كده هتقوم انت جاي اعمل كونفرت الكرر بتاعك ده لمين، من البي جي ار مثلا للاتش اس في، عشان هو هنا طبعا مستخدم مين البي جي ار، او ممكن من الار جي بي للاتش اس في على حسب يعني انت مستخدم مين تمام. وبعد كده اللون اللي هيطلع لك هيبقى مين، هي عباره عن هيو ساتوريشن والفاليو تمام. ما خلصناش لسه، قال لك ايه؟ قال لك بقى بعد كده لما تاخد القيمه ديت خد الهيو بس، خد الهيو ماشي، وخلي قيمه بقى الفاليو والساتوريشن، الساتوريشن والفاليو مثلا من 100 ل 255 او من 50 ل 255، بس الهيو اهم حاجه اللي عندك تمام. فمثلا ايه، تعالى بقى نشوف دلوقتي احنا عملناها ازاي اهو. ففي ميثود انا عملتها يعني مثلا بتدينا نفس القيم دي بالظبط. فاول حاجه انا هدي لها الار جي بي مش البي جي ار، هو هناك في المثال كان بي جي ار، فانا هدي لها هنا الار جي بي تمام. احولها طبعا لمين، لليست ماشي، يعني 3 دي ليست تمام. وبعد كده بعد كده بقى احولها من الاتش اس في تمام. طبعا انا بحولها برضه نفس الكلام الار جي بي، انا بقول ار جي بي مش بي جي ار. طب انا ليه ما ليه نعملها ار جي بي؟ عشان طبعا قلت لك انا بجيب الار جي بي، قيمه الار جي بي بجيبها من الاكستنشن بتاع كروم، جوجل كروم. فلسه هقعد بقى يعني اغير في القيم واعدلها عشان اخليها بي جي ار ووجع قلب كده ملهاش لازم تمام. فانا خليتها ار جي بي احسن تمام. بس طبعا هترجع الاتش اس بي طبعا اللي هيديك الهيو والساتوريشن والفاليو. انا عايز من، انا عايز قيمه الهيو بس او القيم بس. طبعا لما انت تيجي تبص على القيم لما بتيجي ترجع لك، بترجع لك 3 دي ليست، يعني مثلا ايه 3 دي اري. انا عايز بقى طبعا القيمه الاولانيه، فديت عباره عن هتقولها اول حاجه صفر، هتديك هديك الجزء ده تمام، كمان صفر هتديك الجزء ده تمام، كمان صفر هيديك الجزء ده بس، هديك 60. فانت لازم تجيب الاري اللي عندك وتقول لها صفر وبعد كده صفر وبعد كده صفر كمان عشان تديك مين اول قيمه بس تمام. وبعد كده كده معانا مين، كده معانا الهيو تمام. فال طبعا بقى انا عايز مين، انا عايز اللو، اللو اتش اس لوور اتش اس في تمام. فانا اقول له هستخدم الميثود اللي عندي عشان يديني قيمه الهيو، وهخلي بقى الساتوريشن والفاليو من 50 ل 255. نفس الكلام للابر ايه الار جي بي، عشان كده استخدمتها مين، خليت هنا ار جي بي برضو تمام. فانا كده استخدمت القيم، يعني ايه عملت حاجه مره واحده بس، استخدمتها بقى، استخدمت اللور ار جي بي دي هنا مره واستخدمتها كمان مره تمام، ما هي نفس القيم. طيب بعد كده خلينا من ديت، وبعد كده نفس الكلام بقى هستخدم الان رينج اللي عندنا واستخدم الماسك، وبعد كده ايه اعرض الصوره. فتعالى كده نشوف الصوره تمام. فتعالى كده معلش في حاجه، في هنا مشكله بس ان انا عملت هنا كومنت تمام. فتعالى نعرض الصوره او شوف الجزء ده. لما انا جيت عرضت الصوره يعني مثلا، تعالى بقى نعرض بردك الصوره الاصليه، نعرض الصوره الاصليه الاثنين، ادي الصوره الاصليه وده اللون الاصفر بس. يعني شوف فرق رهيب، يعني لما احنا جينا عرضنا الصوره بالار جي بي كانت عرض لك اللون الاحمر وعرضت لك حاجات هنا في النص ولون ابيض والدنيا دي، انما لما جينا مثلا استخدمناها لا شوف يعني رهيبه جدا صراحه. ودرجه الالوان يعني حتى درجه الالوان يعني عرضها بطريقه صح. الاتش اس بي مهمه جدا، بحيث لو انت مثلا ان انت بتتبع مثلا شيء او حاجه في العالم الحقيقي فعلا، يعني درجه الالوان بتتغير على حسب درجه السطوع اللي عندك او درجه الشمس اللي عندك او درجه الضوء اللي عندك تمام. فالاتش اس بي هو ده يبقى الحل المثالي لك تمام، بحيث ان انت مثلا ايه ما تضطرش انت مثلا تستخدم الار جي بي، والار جي بي اساسا مش مخصص لكده، الار جي بي مخصص لحاجه ثابته، انما الاتش اس بي لو درجه اللون اللي عندك بتتغير تمام. فدي الفكره اللي عندنا ان شاء الله، ودي الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه، ويا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.